تصويت اليوم نكره عن بعد ما ما هي أسرع من أركان المرة الفائتة جيت سابق ضرب الله عاقبوا أربعة الناس اللي جيت المرة الأولى أكبر من ضرب ولا أشوف فيها شيء يلاحظ يكون العاد سيد الرئيس حديث المعارضة عن دعمكم الحزب الحاكم عنه ما هو معلوم في الأغلبية اللي قلتوا على الرئيس ما يقتل جرب في البرلمان لا دخلوا اسمكم وكاد الميكرو عاسم خلوا كاميرا تصور كاد الميكرو شو لكن اللي يقول بعض الزملاء عني يسمين روسهم بالمعارضة ومخليني أنا بالهمش ما هم مرضني فاتن قال عني مرات ومرات اسوصل في التصويت واسوصل في الانتخابات واسوصل في شيء أخر ما يعني التصويت أنا صوت يلي ديمقراطي والتصويت يعطيه حر وانا اصلا متمرد على الاستقرار ونطمح للحريه وشي كامل له يعبر عن حر ورايي وتوجهات تخمام تفكيري نعته ما هو نفسي بي اللي واثق تبارك الله في نفسي غير الناس الاخرى اللي مازالت من شريحتي يعني اللي مازالت مع الاسف مهمنا عليها ياسر نمشي نختار ومن مازالو فات انتهى اذا انا حر ونتخذ قرارات بحريه وبكل مسؤوليه ولا قطيت عدت حاجة اللي مساعد أنا بدأت مشواري الإداري عندي 17 سنة ولا قطيت التبع من ذاك الزمن ومن ذاك الزمن قطيت عدت صاحب أفكار وندافع عنه مهما كلف الثمن وهذا بعض شهود وما زالوا حي لله الحمد ندفع مار ويقدمتم كصحفيين وباحثين عن الحقوق لا سويتكم لنقالكم بن مسعود منذ 17 سنة والله 18 سنة يتحدى حد يتحدى ولا يختار طرف ولا هو قابل قال عني ياسر أنا قد نقول ياسر ولساني طويل وقلبي مطرق بعد في الفرنسي والعربية نستروى منها ياسر نعبر عنه بالحسانية وقاد كل حد نحرقه ما هو بالكل غير بالحق أنا مشواري مع زملائي في المعارضة والناس كاملة بعضها شهود علي ما قط حد منهم في حزبه والله عن شخصه قد سمع بني طعنت فيه والله صدرت بيان في الحزب ضده والله شككت في حريته في تعبير عن أفكار عن توجهات وأنا الناس سلط علي أولا ما نعرف اللي راق لهم نزريبة من قدي هو شو ولكن بعد اللي راق لهم معه خالف ولا انت ملا حوار في عين اللي شين عنده بن مسعود ودخالي غير كنت نختار الناس اللي تعيبني يعني وتصنفني تعود تعيبني معه ونطاق النظريات والفلسفة والأخلاقيات والأدبيات اللي يعطي تواصل ما يعطي تواصل كنت نختار بعد دام مسعود حزب وحده واحد ولا يمثلش وهما جماعة كبيرة من الأحزاب يزيدوا على 10 كنت نختارهم لتبرير أقوالهم وأفعالهم تبرير أقوالهم يعودوا منعتين للموريتانيين ومنعتين للمسعود حد منهم هم اللي 14
كقدوة وكسياسي مثالي، وهذا اللي اختاره يعود مسعود شبه به، ينعتوا لي في واحد منهم هم يقولوا لي كيف مسعود يعطي قبل يعود عدل كيف فلان والله فلان والله فلان والله فلان، هذا يعود يقنع الناس. ما دامت الله الفلسفة الفلسفة أنا من الناس كان، وأنا حد له يطعن فيه يطعن فيه بشي ملموس بشي واقعي. إرادتي أنا إرادة مسعود، ومسعود مجنبر ولا قطت لبحد، وهذا كامل يدور اليوم في موريتانيا. نقول بن سببه مسعود، مسعود هو اللي من صفر جرع يعدل الحزب السياسي وعدله، ومازال عاتنا عليه ومازال ماشي فيه. مسعود هو اللي من الصفر وبدون قبيلة وبدون مال وبدون مادة تحميه، بدون بنوك بدون حماة في الداخل والله في الخارج، تقدم عدة مرات ترشح للرئاسيات. مسعود هو اللي سابق كل حد قبل المواقف اللي تتماشى والمصلحة العامة، ما بي التبعية ولا قطعت التبعية. هذا الشعار المكيف اني راك صوت حولي الخيل مقتبس من شعار قبل سوانا في انتخابات رئاسيهم سرقوه مثلا. سامعين كاملين بمبادرة موريتانيا أولا؟ نعم. تعرفوا إخراج هذاك اللي عدلها الكتيب الأبيض والدائرة وما لا كامل عبارات صحيح، هذا سرقوه لو الناس الآخرين زملائي الثانيين لأن عادوا لا يعدلوا رواية، خرصوا الفصل بينات هم اللي قطعوا عادوا يتبعوا ويحامروا ذاك اللي عدل مسعود وذاك اللي يقول مسعود. بيه اللي مسعود ما قط حامل حد ولا قط تبع رجاج ولا قط من اللي حكم العواطف. أنا إداري مدني قبلتها من الصفر متعاون في الإدارة إلى أن حكت قمة إداري مدني مزدوج عربي فرنسي. ما 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 يمنع لي حد في موريتانيا من ذوك اللي ماتوا يرحمهم، ولا من ذوك المزال حيين واكبوني منه قدي منع لي منه تعاطف معايا والله ساندني والله دعمني والله سهل لي أمر سهوش عدل فرص، ولا مقرر رقاش فيهش ولا يسألني رقاش. هذا هو اللي اختار نقول وصوت وراجع إن شاء الله من موريتانيا تجبر ذاك اللي تسحق متقيلها أنا من الخير في التصويت، ويعود الله يبرهن عنا ونعود كامل الله نصبر على بلدنا ونبنوه نجاوزوا هاي المطبات كاملة اللي تميز بينا هكو هكو كلكم خير كلكم وفرنسي مش في البريزان كلكم